بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أرحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الرابع عشر للأبكار الإجداع المهجنات. على بركة الله بدأنا مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الحق مع المركز الأول. في هذه اللحظات يقدم الحق محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري مقدما لشعار المركز الثاني. احضرت الحقة اخرى جمعة بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي، هو الحاضر المركز الثالث. وتابع محبة مسلم بن عنبر بن سعيد بالذويب العامري، هو الحاضر المركز الرابع. شدايد شدايد هي القادمة، عامر بن محمد بن زايد المنصوري والتدخل في هذه اللحظات. وتابع نجوى حمد بن محمد بن فهيد العجمي، بينما المركز الثامن. وتابع مخيفة وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي يقدم شعاره. أعود يا متابعين إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، الحق ومحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري يقدم لنا شعاره، يقدم الحق مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني. وتابع أيضا الحق جمعة بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي، هو القادم في هذه اللحظات المركز الثالث. وتابع مخيفة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي هو القادم، بينما المركز الرابع. وتابع هقوة حمد بن الدحبة بن قنازل العامري يقدم لنا شعاره، المركز الرابع. حضرت نجوى 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 هي القادمة، وصلكم راعي الساعي في هذه اللحظات. يقدم نجوى حمد بن محمد بن فهيد العجمي، هو القادم المركز السادس. وتابع الحضور والقادمة شرف عبيد بن غنام بن بطي المزروعي قادما بشعاره، المركز الثامن. وتابع شدايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري، الله يا راعي شدايد من له عوايد فوز، راعي عوايد يا محمد اللي ظاهر بكل هيا، هو القادم في هذه اللحظات. ايضا القدوم، وتابع القادمة والحاضرة الشبابية، سلطان بن حميد بن حمد العويسي يقدم لنا شعاره، المركز العاشر. وصل المجازف، وصل محمد بن عتيق بن زيتون المهري يقدم مشكورة، هي القادمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول، إلى التحدي الأول في هذه اللحظات. ما زالت هقوى حمد الدحبة بن قنازل العامري يقدم هقوى، هقوته كبيرة، هقوته في هقوى، يقدمها مع المركز الأول. المركز الثاني الحاضر الحق جمعة بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي، هو الحاضر
ينتظر المركز الثالث وتابع القادمة. مخيفة مخيفة هي الحاضرة، عامر بن محمد بن عبيد المزروعية قادما بشعار المركز الرابع، وتابع الحق محمد بن عبيد بن عفصان المنصوري، ووصلت شدايد مع المركز الخامس عامر بن محمد بن زايد المنصوري. ولكن لنعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، ما زالت في هذه اللحظات من تحتل الصدارة. هقوى مع الصدارة، هقوى مع المركز الأول، حمد الدحبة بن قنازل العامري يا بن قنازل، هقوى هقوى مع المركز الأول ومع الانطلاق. بدأت تباعد في هذه اللحظات، بدأت تنطلق مع المركز الأول، هقوى هقوى مع الصدارة. المركز الثاني أحضرت الحق جمعة بن محمد بن خلفان السبوسية هو القادم، وأحضرت أيضا وتابع مخيفة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، شدايد مع المركز الرابع عامر بن محمد بن زايد المنصوري، وأيضا القادمة ثمينة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، أقوى ما زالت مع الصدارة في هذه اللحظات، ما زالت صامدة صامدة صمود الجبال. ولكن الحق الحق بشعارك يا سبوسي قادمة بكل قوة، وأحضرت شدايد شدايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري. ولكن الحق الحق وأقوى، وشدايد شدايد والحق وأقوى. اللحظات الخطيرة، اللحظات المثيرة ما بين أقوى، ولكن شدايد 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 عامر بن محمد بن زايد المنصوري، راعية الرمز في مهرجان الوثبة، في مهرجان الوثبة، في مهرجان الظفرة، في مهرجان الظفرة، خاطفة رمز مهرجان الظفرة. سلام شدايد سلام، والعصا في البطان، والعصا في البطان، عامر بن محمد بن زايد المنصور، يلا والعصا. سلام وتحية واحترام. المركز الثاني أحضرت الظبي علي بن ناصر بن جابر الغفران المري. المركز الثالث أوصلت ثمينة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. والمركز الرابع أوصلت هقوى حمد الدحبة بن قنازل العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس كانت الحذرة سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي. إذا انتهينا والناموس لشدايد وعامر بن محمد بن زايد المنصوري، راعية الإنجازات وصاحبة الرمز في مهرجان الظفرة. إذا انتهينا والناموس توقيتها ولحظة وصول شدايد شدايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري، توقيتها ولحظة وصولها 9 دقائق 17 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني أحضرت أوصلت الظبي علي بن ناصر بن جابر الغفراني بن بخيته المري، وتوقيته الزمني 9 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث أوصلت ثمينة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين.